هنا بيروت مشاهدينا أهلا بكم. يجول الموفد الفرنسي باتريك دورال على المسؤولين اللبنانيين، ماذا يحمل معه؟ هل فقدت فرنسا الأمل بتشكيل حكومة؟ هل سيلغى المؤتمر الخاص لدعم لبنان في نهاية هذا الشهر؟ هذه العناوين طبعا بالإضافة إلى العناوين الإقليمية، موقف المملكة العربية السعودية الإمارات من تشكيل هذه الحكومة، سحب السفراء، الانتخابات الامريكيه وتاثير على لبنان، كل هذه المواضيع رح نناقشها معك. اهلا وسهلا فيك استاذ سيمو ابو فاضل، رئيس تحرير موقع الكلمه اونلاين. اهلا وسهلا. لك وللمشاهدين. شكرا. بس بدي اقول كمان للمشاهدين انه نحن رح نكون مع مداخلتين، واحده مع النائب فيصل الصايغ عضو لقاء ديمقراطي، لنشوف شو جو لقاء امبارح رئيس حزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط مع الرئيس نبيه بري، وايضا النائب ادي معلوف عضو تكتل لبنان القوي، لنشوف شو اخبار الحكومه، شو جديد التكتل من بعد كلمة السيد نصر الله البارحة. بدءا من كلمة السيد نصر الله البارحة، هو ختمها بموضوع الحكومة، كان في كثير قصص قبل هلأ بنحكي فيهم، منها ترسيم الحدود، منها الانتخابات الأمريكية وغيرها. هل برأيك اليوم في وجهة نظر، في جوان، جو بيقول أنه هو الغريب أنه أحيانا مصادر سعد الحريري هي اللي عم بتشيعه أنه لا ممكن يمشي الحال قريبا وتشكل حكومة، وفي جو تاني بيقول أنه ما بقى رح نشوف حكومة قبل نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، أي نظرية ترجح حضرتك؟ مش أي نظرية، اليوم أي خطوة لبنانية يعني تشكيل حكومة، انتخاب رئيس جمهورية، اختيار رئيس حكومة بتخضع بالبلد لاعتبارات خارجية، للتأثير الإقليمي يعني الدولي. من هون هذا الموضوع ننطلق من هيدي يعني المعايير. هلا تبلش انه بموضوع التكنيف، رئيس الحكومة المكلف ينطلق بانه البلد بحاجة ل يعني لحكومة، لإدارة سياسية للبلد، بحاجة لدعم خارجي فرنسي نحكى عنه يعني بموضوع مالي بعدة مليارات لسيما لبناء بيروت مباشرة بإصلاحات، يعني معتبر أنه في جو من التجاوب، بس بعض الأمور يمكن عم تأخذ يعني نقاش باتجاه رئيس الجمهورية أو التكتل اللبناني القوي. فهذا النقاش، وطبعا في بموازاة ذلك موضوع أنه هل بتكون 18 أو 20 بما يعني إضافة، بعده نقاش، بعده محل، يعني من جمعتين كان النقاش عند بيبقى هيك ما في شيء حسمه خارجي، من هون خارجي ما بغير. رئيس الحريري حسب الكلام والمعطيات أنه عندما اختار أن يكون رئيس حكومة يعني مجددا أو مكلف، كان خيار أنه ما بقى فيه هامش للتلاعب بكتير أمور صارت سابقا بالبلد، الوضع كتير ضيق ما بيسمح. هلأ من هون هو منطلق أنه القوى السياسية عليها تتفهم الأمور، إلا أنه يعني صار في أنه في رغبة خارجية تقلك ليش مدام شو مطلوب من الرغبة الخارجية، أنه البلد اليوم مطلوب له إدارة سياسية. هلأ مسائب أنه اليوم بهذا الواقع بعد سنة من التجربة برئيسين حكومة، واحد كان مطروح والآخر كان يعني استقال يعني رئيس حسين دياب ومن ثم رئيس أديب، صار في أنه البلد ما بقى يتجرب فيه خلص، خصوصا لمحل دوليا حتى بأنعة أنه في واقع قائم هو رئيس الحريري قد أقوى فليكن رئيس حكومة وعنده علاقة دولية. ليش؟ لأن البلد عنده علاقة دولية تستطيع أن تستجلب أموال. هلا بتقلي لي بعرف، بتقلي لي خليج ما بعرف يعني. طبعا بدي لك خليج، بدي لك إنه ليش في سحب سفراء؟ ليه اليوم في بعض السفراء؟ نعم. رح أقولها بس تقلك الكلمة. من هم مطلوب للبلد إدارة سياسية، ليش؟ تشبه المرحلة اللي هي لها علاقة ب يعني بالتسعين. توصلك ليش؟ اليوم في ترسيم حدود. يعني أمريكا، يعني إسرائيل، يعني كل العالم أنه هذا نقطة خلافية ممكن تؤدي إلى انفجار في المنطقة. اليوم في تطبيع خليجي مع إسرائيل في مرحلة جديدة، لبنان في استخراج غاز وعم تم التفاوض يعني على ترسيم الحدود وصولا إلى هذه الخطوة. من هون طالبين إدارة سياسية بتشبه المرحلة اللي صارت بالتسعين عندما راحوا على مؤتمر مدريد برعاية أمريكية، أنه كان سوريا مطلوب بلد يكون بهدوء، صار عدة يعني صار في الوصاية أو الاحتلال السوري وراحوا هيك اتجاه. اليوم مطلوب هذا الواقع للبنان، أنه اليوم أنتم تكونوا في عندكم حكومة تنعمل هذه الخطوات. اليوم هون بدي فوت موضوع أنه الجو الآخر حضرتك قلت عنه، أنه موضوع حزب الله. حزب الله هل أنه يقدم على هذه الخطوات بالوقت الضايع بالنسبة له؟ لأنه اليوم بمرحلة انتقالية بأمريكا،
بمرحلة بيقول فيها جو بايدن أنه أنا رئيس المنتخب الجديد، أنا إذا جاي سأغير بطاعتي بالخليج وبالمنطقة كلها سوا، وسأفتح مفاوضات مع إيران. في كتير بيعتبروا أنه ممكن تكون هذه المفاوضات إعادة تنفس لمحور الممانعة، أو مثل ما بيقولوا شهر عسل جديد مثل ما كان وقت الرئيس أوباما. حتى بتظل هالكلام بيقولوا لا، لأنه في صار في سقف من العقوبات والمواقف المشتركة بالكونغرس. بس امبارح سيد نصر الله قال أنه يعني مين ما كان ربح لا تختلف سياسة الولايات المتحدة. هن بيقولوا أكيد هيدا مش بس هيك، وحتى يعني بايدن لن يستطيع أن يغير شيء في العقوبات الأمريكية، فهي مستمرة. يعني التوقع على حزب الله إلى أي مدى يستطيع بايدن التملص منه، خصوصا وأنه السياسة الخارجية يعني لا تتعلق بشخصية الرؤساء، إنما هي تتعلق بلا بتلعب دور. تقلك ليش بتلعب دور في سياسة أمريكية ما تحطها. بايدن قال يعني بعدنا عم نحكي بسياق من فكرة تانية، يعني تنوصل لحزب الله ورأيه وتأثيره على الحكومة. بايدن قال لو لم تكن إسرائيل موجودة أنا لا أوجدتها، لو مش بالضروري يكون صهيوني يكون يهودي تكون صهيوني. 100%. يعني متطرف أكثر في هذا الاتجاه. بس ما فينا ننسى شخصية ترامب الصدامية. يعني ترامب راح بعقوبات قوية كتير على إيران. أخذ قرار مبارح، أخذ قرار بقتل سليماني، ويعني كان معه المهندس. صار في كتير بإيران عمليات عسكرية، صار في عقوبات. عندنا هون بعضهم تحت وطأة انفجار المرفأ، وكمان انفجار صار بجنوب بالمدة، صار في ضغط. يعني ما في شك العقوبات اللي صارت خلت فريق ممانعة يعني يتوجه نحو بداية تجاوب بموضوع ترسيم الحدود، وإن كان الاتفاق من أيلول يعني. بينما مع بايدن يمكن ما تكون أمور هيك، يمكن إذا رجع بايدن يقدروا يلعبوا بالوقت، لأنه ما في مهلة مثل ما كان سابقا 6 أشهر تنبحث ترسيم البحري ومن ثم يعني وبالتالي اليوم لبنان هيك براهن الحزب، لأنه حزب متحرك، حزب استراتيجي، حزب دائما هو على صدام مع أمريكا، براهن على هالمتغيرات. أنه هلأ أني في التلهي أمريكي، أنا بيجي بسهل تشكيل حكومة، هل بعطيها للفرنس بدي أخذ ثمن قبالها. مشان هيك ما لن يكون في تشكيل حكومة بهذا المدى السريع قبل ما تبين بأمريكا تيعرفوا بأي اتجاه بدون يروحوا. من فينا نقول أنه مين ما إجت الحكومة رح يكون حزب الله مؤثر عليها، وهو بدور بفلكه، وإن كان الرئيس الحريري حاطط فيها معايير جديدة ومختلفة، بس إنما بتعني للحزب بأي توقيت هو بيسلف الحكومة، بأي توقيت بيكون هو يعني متجاوب. اليوم بهذه المرحلة أنا بقول لن يسهل تشكيل الحكومة. تقول أنه حزب الله لن يسهل تشكيل الحكومة لأنه ينتظر شو رح يصير بأمريكا طبعاً. على طبعاً. اعتبار أنه نحن بوقت مستقطع طبعا، وبس هذا الوقت المستقطع يبدو أنه رح يكون قاسي كثير على لبنان، لأنه ثم من يقول أنه العقوبات على جبران باسيل إجت بهذا الوقت المستقطع، وأنه الإدارة الأمريكية لترامب تريد أن تنتهي من كل الأوراق اللي عندها قبل ما يستلم بايدن البيت الأبيض. مش بس عقوبات، يعني حزب الله شايفة يعني إقالة وزير الدفاع الأمريكي والإتيان بشخص آخر بكلام عن جولة بومبيو بالمنطقة، يعني إنه في ممكن يعني ممكن يقلب الطاولة ترامب قبل ما يفل. يعني شو يعني ممكن يعني ضربة عسكرية ممكن إنه ممكن لأنه سيد نصر الله قال إنه نحن مستعدين للجولة، أوحى بهذا الأمر. هو مستعد بس إنه رح يعملوا، يعني نحن نحكي بالنوايا بالقرار، مش بالنوايا العفوية إنه اثنين عم بتسيروا بعفوية. إنه إذا في مصلحة أمريكية بقول لك ما بعرف إذا في مصلحة أمريكية، في مصلحة إسرائيلية بقول لك إيه. بس هل هو يعني امبارح بينت إنه ما اليهود الإسرائيليين يعني مع إنه نتنياهو ما عطى ترامب، ما عطى ترامب يعني بقصد تيقول عم برد لهم شيدين. يعني هيدا السؤال اللي واضح من هون. أنا بقول إنه إيه حزب الله قلق من أي ضربة ممكن يعملها ترامب باتجاه إيران باتجاه الحزب، من هيك متريس انه انا شو بدها تنفعني الحكومه هلا اني بالوقت الضايع، بوقت انه انا مهدد بعمليات عسكريه عدا عن العقوبات، لانه العقوبات مش ترامب عم بحطها بهذا الوقت، فريقه المتشدد متطرف. بس هل يمكن لترامب يعني عندما نقول انه ترامب يمكن ان يقوم بضربه عسكريه في هذا الوقت المستقطع، هل يمكن لترامب وحده ان يقوم بهذه الضربه؟ يعني اذا قرر ترامب تعمل امريكا ضربه ولا لا، هذا قرار اكبر من هيك بكثير، في مؤسسات في الولايات المتحده الامريكيه، وان كان ترامب يريد أن يصفي حساباته في الجزء الأخير من ولايته يعني قبل خروجه من البيت الأبيض. المبدأ العام لكلمة أنه مرحلة انتقالية وتصريف أعمال هي أنه الشخص ما بيلزم الشخص الآخر اللي جاي بإجراءاته بيعملها، هي بنعتمدها بلبنان.
انه مثلا انه الحكومه عم تصرف اعمال ما بتاخذ اجراءات تلزم الوزير الجاي او الحكومه. نعم. بس عند ترامب بالاداره الامريكيه لا، انه قادر هو، ما فيني اقول لك اخلاقيا ما له حق واعتباريا ما له حق، لا مش عم نحكي بس قادر، لا قادر يعمل انه لاي لحظه يطلب من الجيش، يطلب من قاده القوى يعملوا عمليه بنفذوها. نعم. شو الغاية؟ انا عم اقول لك اليوم ما في مصلحه لاسرائيل من باب ترامب، يعني نعم. هو ما انخدم منه بالانتخابات تا يكون عم بيرد دين لهم، الا اذا في قطبه مخفيه، في شي لعبه عم تلعب بموضوع مثلا إعادة فرز الأصوات في اليهود أرندول. بس أنه أنا شايف أنه الحركة ترامب ووزير الدفاع ووزير خارجية بومبيو بالمنطقة تؤشر إلى قلق وخوف، هو اللي خلى حزب الله ما يحكي عنه. طيب هلأ بدنا نحكي شوي لنرجع للرئيس سعد الحريري، لأنه من هنيك بلشنا، كنت عم تقولي أنه هو الرئيس اللي هو يحظى بدعم دولي، أكثر شخصية تحظى سنية تحظى بدعم دولي، وبالتالي يجب التسليم أنه هو من يفترض أن يشكل الحكومة. خلينا شوي نحكي على الدعم الخليجي. اليوم في بعض السفراء عم يتم سحبهم، عم ينسحبوا، عم يروحوا، شو عم يعملوا؟ أنا قريت وسمعت، ما فيني أحكي أكثر من اللي بعرفه. يعني أنا بعرف السفير السعودي من وقت الثورة كان بده يروح بإجازة مراح، وقت من 17 تشرين قبل هذا. الآخرين إنه مش أول مرة يعني بصير في هذا التحرك، يعني السفر الغياب انه وبيتزامنوا. نعم. ما بين بعد يعني بهذا الموضوع اي اجراء، حتى اروح معك نحو الموقف. نعم. اللي بعرف انه بدنا نحكي فيه، السعوديين حتى اليوم عم يتفرجوا عم بيقولوا نحن بدنا نشوف كيف التركيبه، هن لم يعني كانوا الى حد ما مبين باطن ما بيحكوا بالدارجه المبادره الفرنسيه على قاعده انه ما يكون فيها يعني اذا بدنا مثل ما بلشت باندفاعتها الاولى ما يكون فيها الحضور النافر لحزب الله واللون الفائه لحزب الله، وهن كانوا مسلمين فيها انه هلا نهايه مرحله انتقاليه لاعمار البلد حتى يبين بالمنطقه تحولت. اليوم ناطرين البيان الحكومه كيف بدها تتشكل، السعوديين هيك بيقولوا، مشكلتهم انه نحن إذا دعمنا لبنان وين بروح الدعم؟ الدعم بده يروح لصالح حزب الله وينتعش. حزب الله بوقت بارح حسن نصر الله هجمه، المثلث مثلث صفقة الأرن هو محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. اليوم عندهم انقصفت من يومين السعودية غير عملية تفجير من مدة، في عندهم يعني عندهم موقف واضح من تعدي حزب الله عليهم. ليش هل محمد بن سلمان هو يعني خجلان بصفقة الأرن؟ نحكي المواجهة المباشرة، لأنه اليوم حسن نصر الله مواطن لبناني. نعم. بيقول أنا مثلا مرجعيتي إيران، بس رئيس حزب مؤثر بلعبة سياسية مذهبية بحركة عسكرية عم يطلع هو يهاجم دولة عربية بجمع الدول العربية. أوكي، بس شو عم بيقول؟ عم بيقول إنه عم يعني عم بيهاجمها إذا بدك من منطلق صفقة الأرن. بس أنا عم أقول إنه اليوم في خجل بدول العربية من صفقة الأرن. لا ما إنه خجلانين، ما إنه خجلانين. دول خليجية. أتقلك ليش؟ بعرف ليش خجلانين؟ لأنه إذا بدي أقول لك إياها دول خليجية، خليني أقول لك إياها دول خليجية. والسنة في الإقليم أنه بيعتبروا أنه ما ارتكب حقه أنه قبل إيران وحزب الله لم ترتكبوا إسرائيل. عم بحكيكي كلام أنه هني عم تنقل كلام، عم بحكيكي كلام يحكى يكتب، بتشوفيه بمدونات، بتشوفيه بكتير ناس كتاب، أنه أخي مزبوط نحن إسرائيل عدوة، هي أخذت أرض فلسطينية بس عم نعمل معها تسوية. فلسطينيين حطوا حالهم بمحلات ساعة بمراهنات، ساعة حطوا حالهم هلأني مؤخرا عند إيران. نحن كنا عم نعمل تسوية من 2004، كان عندنا مبادرة. نعم. عم يعتبروا أنه ما ارتكبته ما ارتكبوا حزب الله بحقهم هو أخف مما يعني أقدمت على إسرائيل. نعم. طيب خليني قبل ما كفي أنا وياك هذا الحوار بدي أتوقف مع مداخلة مع النائب آدي معلوف عضو تكتل لبنان القوي. يعطيك العافية ساعة النائب، أهلا وسهلا. الله يعافيك لك استاذ سيمو. الله يحفظك، سلامتك. سلامتك ايه مش حاله. الله يسلمك. بحكيته انا من طيب سعاده النائب، بناء على ما قاله البارحه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الى اي مدى غرق الوزير جبران باسيل اكثر فاكثر في انه اسير لحزب الله، بينما يمكن في البعض قرأوا في خطابه الاخير اليوم الاحد بانه يعني يمد او يرسل الرسائل الى امريكا ولكنه في الوقت نفسه اسير لحزب الله؟
يعني إذا في شيء منيح بكلام الوزير بسير نهار الأحد هو وضوحه، كان بالنسبة لحزب الله ولا كان بالنسبة للولايات المتحدة. يعني ما كان في يكون واحد أوضح من هيك، لا نقصة رسائل ولا نقصة، كان في وضوح على الميلتين، عم بحكي بكل وضوح عن نيته ورغبته ما تنقطع العلاقات بينه وبين الولايات المتحدة، خاصة بين الشعب الأمريكي. ومن تاني ميل كان واضح وصريح بالنسبة لكل شيء يتعلق بورقة القوة اللي معنا إياها نحن اليوم، اللي هي بالمقاومة اللبنانية. يعني أكثر من هيك يعني خبر القصة مثل ما هي. نعم بقى أنا برأيي التأويل والتفسير ما بده الموضوع. لا كان واضح. لا بس أنا عم بسألك اليوم أنه الوزير جبران مثيل يقول أنه يتفق مع حزب الله في أمور، أنه في مزلوب. وحدة لبنان، الحرص صح. على وحدة اللبنانيين صح. ويتفق مع ويختلف معه بالكثير الكثير، أكان في ملفات بالداخل أو في رؤيته إلى إسرائيل ربما، وشرح هذا الموضوع لحتى ما نعيده صح؟ إيه بس هذا الموضوع بس إذا نرجع لكلام الوزير بسيل من شي شهر ونص شهرين يمكن أكثر شوية، كمان كان في عنده نفس هذا الكلام وقت حكي عن اختلاف وجهات النظر بالملفات الداخلية يمكن أو يوصل إلى الطلاق. يعني أوضح من هيك هذا عم بحكيك مش هلا بعد العقوبات، هذا الكلام كان من قبل. ولكن كمان بما يختص بموضوع المقاومة ومحاربة الإرهاب وحتى بالوصول إذا بدك لسوريا، يعني بوجوده بسوريا للمدافع عن لبنان كان واضح، وهذا من فترة يعني مش من اليوم هلا ما رح اليوم دجا في شغلة واضحة. يعني الاختلافات بوجهات النظر بينه وبين حزب الله إن كان وزير بسيل ولا سمحت السيد حكيوا عن هالموضوع اثنيناتهم، وحكيوا عن إعادة مراجعة لورقة التفاهم، وأنه بعد 14 سنة هذا الموضوع لازم يرجع ينحط على الطاولة. لا بس أنا أقصد بس ساعتك بس لحتى أنا أقصد أنه هذه الاختلافات مع حزب الله هي إذا بدك كافية. أنت بدك تخانقينا معه. لا مش بدي خانقك، أنا عم أقوله أنه هي كافية لتحرج الوزير جبران باسيل إذا بدك دعم السيد نصر الله له كما حصل البارحة، تحرجه مع الأمريكيين. يعني مثل كأنه أنه هو يوم عن يوم عم ينصبغ زيادة بأنه حليف لصيق لحزب الله من دون هذه الاختلافات الجوهرية والتي تعني الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير. يعني هلأ كل واحد في يقول أنه هو والله حابب يروح صوب الولايات المتحدة ويستعمل كلام اللي حكيه عن صداقة للولايات المتحدة وعن شبه كتير بطريقة العيش ولا بالثقافة في فسرها بهالاتجاه، مثل ما واحد في يرجع يقلك لأنه هو دافع عن موضوع المقاومة والسلاح هو بده يكون لصيق. يعني أنا برأيي ما بدها كتير على الحالتين، على بالاتجاهين ما بدها كتير تأويل، بدها واحد يقرأ الرسالة مثل من قالت لا أكثر ولا أقل، ويصير في تحليلات. لأنه في عالم تجي بتقلك لا والله كان كتير رسائل إيجابية لأمريكا وهلأ ممكن يخص في موضوع حزب الله، وقت واحد يكون عم بيقول أنه في عنا اختلافات وضروري إعادة مراجعة ورقة التفاهم ما بيكون يعني بيكون في مشكل، ما بيكون يعني ما حرجكم السيد نصر الله امبارح، يعني ما حرجكم في هذا الدعم أبداً الكبير واعتبار ابدا. ليش بده يحرجنا؟ يعني هذا موقف سيد حسن. نعم. موقف تلقفناه بكثير من الايجابيه، وخاصة وقت يجي من شخص مثل السيد حسن لا اكثر ولا اقل. اخر شيء سيد حسن زعيم لبناني عنده شريحة كبيرة من الجمهور اللبناني، وليش بده يزعجنا يعني هذا الموضوع أبدا. طب اليوم في يعني قراءة تقول أن لا حكومة قبل العام المقبل، قبل ما نشوف الإدارة الأمريكية شو موقفها من المنطقة. أنا بدي أسألك عن جوكم، شو عندكم بموضوع الحكومة، خصوصا أن الموفد الفرنسي باتريك ديرال عم بيجول على القيادات اللبنانية، شو حامل معه هذا السفير الموفد؟ بعد ما عرفنا بالضبط شو اللي سمعناه، أنه أوكي جاي مش نحث اللبنانيين على الإسراع بتشكيل الحكومة،
واكيد هذه الحكومه يعني عمود الفكر تبع اذا بدك هي المبادره الفرنسيه والاصلاحات. نحن بهذا الموضوع اكيد معنا يعني معنا مشكله ابدا، بالعكس مرحبين فيه ومنطالب فيهم كخطه وكاصلاحات، هيدي من ميلي. ومن ثاني ميلي يعني موقفنا واضح من اول نهار، وضحناه من اول نهار لانه صرنا نعرف كيف تتشكل الحكومات بلبنان، يعني ما لنا شغله جديده وما عم نخترع البارود. نحن جينا قلنا نحن سنكون مسهلين لأقصى الحدود بكل شيء، حتى إذا ما لازم نفوت أو ما يعني شو ما كان، شرط واحد أنه هذه التشكيلة تكون معتمدة معايير موحدة، واللي بشكل حكومات بلبنان من أنتو كامل 2005 لليوم بيعرفوا شو يعني كتير منيح موضوع وحدة المعايير وما بدها كتير تحليل. يلي هي بعد لهلأ ما اتفقتوا عليها مع سعد الحريري؟ مش قصة ما اتفقنا عليها، نحن أول شيء ما في تواصل بيننا وبينه، بس نحن كمان حقنا إذا بدنا نشارك بهذه الحكومة وإذا بدنا نعطيها ثقتنا نعرف شو عم بيصير مع باقي الأطراف. يعني واضح إنه شو اللي يعني في شيء تغير بين تكليف السفير مصطفى أديب وتكليف الرئيس سعد الحريري، يعني في أمور ما كان عم يرضى فيها السفير مصطفى أديب إنه هو ما بده. طيب في شيء تغير، في 65 نائب عطيوه سموا رئيس الحريري وتبين، يعني برجع يعني صرنا بنكررها دائما إنه طيب شو اللي تغير بمؤتمر بالكلام اللي قاله الوزير وليد جنبلاط عندكم على الجديد، وبعدين ب 24 ساعة بالتليفون بنلاقي انه مش الحال وما عاد في عنده مشكله مع الرئيس الحريري والامور مشيت نفس الشيء بالنسبه في حال انحلت قضيه وزاره الطاقه. انا هذا سؤال مباشر بتمنى احصل على جواب مباشر. في حال وصلتوا لاتفاق على وزاره الطاقه بتنحل الامور وبتتشكل حكومه بكره؟ ابدا 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 ابدا، لانه المشكله منا وزاره الطاقه، مش لانه في جوزيفين، مش لانه في مكنه اعلاميه بالبلد وقت يكون فيه. هلأ استاذ سيمون كان عم يحكي، سمعته بالأول عن موضوع تأخير الحكومة وارتباطه بالخارج، نحن بهذا الموضوع ما في أكد لك أنه ارتباطاتنا الخارجية منا موجودة، وموقفنا واضح وصريح، واللي محكيه جوات التكتل أو جوات الطيار عم يرجع نحكيه هو ذاته برا. بالنسبة بما يتعلق فينا، ما في واحد إذا معارك جماعه مطرح تاني لأنه في حدا في مكان إعلامية جاهز بشان اتهام التيار الوطني الحر بتعرقول، ممكن يكون في يعني بمحل معين يطلع واحد يخبر شو صاير معه. بفهم أنا أول جمعة نعطي جو إيجابي ومنقول الحكومة سريعة، طيب تاني جمعة، طيب اليوم حق العالم تعرف، في حدا يخبرنا انه اليوم عم نسأل نحن على وزارة الطاقة، حدا بيعرف على غير وزارات كيف وين اني وزير والجنبلاط مطالبه شو صار فيها، رئيس نبيه بري كيف بده يتعاطب مع الموضوع مع التسمية، الوزير فرنجية، كل هول. إذا بدي نقول هلأ للبنانيين بقى، أنك عم تقول أنه من حق اللبنانيين أن يعرفوا، بدنا نصارحهم، ما فينا نضل على طول عم نقول أنه الأجواء إيجابية، هيك بجملة واحدة وين صارت الحكومة؟ بعدها علقانة وين؟ علقانة بعد بعدم وضوح وحدة المعايير اللي على أساسها بده يشكل حكومته الرئيس الحريري 20 أو 18؟ أنا بالنسبة لإلي أنا أكيد 20، لأنه ما عم بقدر أتصور كيف من كم شهر قيادات درزية وكاثوليكية عملت معركة مع ونحن كنا جزء منها يعني مع الرئيس حسان دياب كرمال توازناته، ومتى كنا على أساس حكومة فريق واحد يعني ما كان مفروض يكون في مشكلة، عملنا مشكلة طويلة عريضة لرفع العدد من 18 ل 28، وكان في مشارك معنا عدد كبير من القيادات الكاثوليكية السياسية والدينية وعلى رأسهم نرجع والدرزية، أكيد نرجع منشوف اليوم بمحل معين انكفاء من البعض وانه هن وكانه قبلانين بموضوع 18، وبنيجي نتهم فيه انه هذا الموضوع عم نعمله بالسياسه، لا مش عم نعمله نحن يعني بالسياسه كتيار وطني حر، يعني بعدنا بالمربع الاول لحتى نختصره، بعدنا بالمربع الاول لحديث هلا ما شفنا فيه تقدم كثير كبير. نعم، شكرا لك النائب دي معلوف على هذه المداخله، اهلا وسهلا فيك مثل العاده.
شو رأيك؟ أول شيء شو رأيك بالحكومة هلأ بنحكي فيها سريعا لأنه ما بعرف إذا في كثير من حكى، بدي أروح على قصة هل 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 جبران باسيل فعلا هو أسير حزب الله هلأ ولا لا بخيارات سياسية؟ محمود أنتني شو رأيك؟ مظبوط بموضوع الحكاية، بموضوع الحكومة ككل في كثير خلافات يعني 18 أو 20، بس موضوع المعايير يعني رغم أنه هو يعني ما ربطها بالعقد أو العقد الأساسي بوزارة الطاقة، بس في معيار لا لا في معيار صحيح. ليه بنقول انه العقد الاساسي بوزاره الطاقه وبنقول انه العقد الاساسي بوزاره الداخليه؟ لا 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 العقد الاساسي هي بالمالية. انا عندي راي انه بالمالية هن قالوا بنعمل. طب طب ما فيك تقول لفريق بالبلد انت لك حق تحتفظ بحقيبه وفريق تاني تقول له ما له حق، بس هن ارتضوا يعني. لا لا ما ارتضوا لحظه، الرئيس عم الشاري الرئيس عم بعده عم بقول كيف ما هذا على اساس قطعوها وهلا عم بيروحوا على المداوره رد بالماليه، بس بده الطاقه انه انت يا رئيس الحكومه المكلف بلد بوزاره الماليه انا بدي اقبل الطاقه. ليش؟ في اولا عم بقول انه انت بالماليه، الماليه بالحقيقه اليوم صفي عليها عقوبات، والعقوبات حكيت عن مشاريع وصفقات فيها فساد وارتكابات، وعدم نظرة من الداخل من الخارج، في نظرة من الداخل. الطاقة كمان عندها في عليها هذا الكلام، وامبارح حكوا عن بعت بالعقوبات على النائب باسيل، حكوا عن عقود 2000 بالعقود 2014. في كلام انه هل المسيحي بس مرتكب بالطاقة؟ وان كان باسيل اقدم على اعمال وفي اخ صفقات، ليش بدها تكون تبقى المالية مع الطائفة الشيعية بعيدا عن معايير العلاقة بالتوازن او حماية ارتكابات او انه مشان التوقيع الثالث؟ لا انا عم بقول نحن قلنا حق كتكتل. كمان اليوم في اثنين معيارين، خلينا نكون منصفين بهذا الواقع، انه ما فيك ما تعطيهم للمسيحيين اذا هيك طالما اليوم مش انا عم بقول انا انضربت بكذا محل بالعقوبات، انضربت بالعهد، فشل العهد كله، بس هذا ثمن خياراته السياسيه. ثمن فهمت، انا عم بقول انه هو عم هذا الكلام انه بده الطاقه، انه مثل ما انت عطيت غير الناس بدك تعطيني أوكي. الطاقه، والا انه معناتها الطاقه. خلينا نوقف عند هذه النقطه، نحكي بموضوع حزب الله، بموضوع حزب الله. خلينا نوقف عند هذه النقطه، في فرق بين حقيبه المال وحقيبه الطاقه. ماشي. اول شيء حقيبه المال هي حقيبه سياديه، ثانيا حقيبه المال الهدف من احتفاظ حزب الله او الطائفه الشيعيه فيها هو يعود الى اساس النظام اللبناني والصيغه اللبنانيه، على اعتبار انه الديمقراطيه توافقيه، وهيدا اللي دائما بدهم توافق، يحفظ للطائفه الشيعيه توقيع كما هو توقيع للطائفه السنيه، يملك تملك الطائفه السنيه توقيع كما يملك رئيس جمهوريه توقيع. هيدا شان مختلف تماما عن حقيبه مفترض تكون خدماتيه وتختلف كثيرا عن وزاره الطاقه، عن وزاره المال. يعني كلفت 50 مليار دولار للشعب اللبناني، بس اعتبارات مختلفه كل مواطن. لا اعتبارات مختلفه، بس اعتبار انه هيدي هالحقيبه اللي فشل التيار فيها، فشل مزبوط فشل، ورتب على البلد ديون، بس ما في مش مقبول تيجي تقول له لهذا المسيح، وان كان هو باي منحى، ان كان ماشي بايران، كان عليه عقوبات، انا عم بحكي رئيس الجمهوريه، هو عم ما قادر يسلم بهذا التخلي. خلينا نبلش من هون، هلا بعدين نحكي بغير الحقائق اذا بدك. بس لا هيدي النقطه اساسيه، يعني باللي قالن عن المعايير في هيدي النقطة مش متراجعين عنها. نعم. يعني ما فينا ننكرها. بس هو نكر يعني ايدي معلوف لا يقول. طبيعة اليوم سياسي بتكتل لبنان القوي أو مصلحته تجاه الرأي العام، طبيعي يقول مش نحن معطلين، بس هني كمان مصلحتهم يأمنوا التوازن. هني بس معطلين؟ لا مش هني. أوكي. عمل لك بهيدي النقطة. بهيدي النقطة. أنا برأيي التعطيل. سعد الحريري. مش هيك. في أساس ماذا يريد سعد الحريري؟ في أساس من أول. هل إنهم بدهم يعملوا مداورة ويغيروا؟ إذا ما في مداورة ما في خطوة إيجابية بتشكيل الحكومة. سعد الحريري يريد المداورة ولا يريد الاحتفاظ بوزارة المالية؟ يريد المداورة، هو بيعتبر إنه آخر مرة إنه بتكون معهم وزارة المالية، في غير فريق ما اقتنع فيها. يعني فريق آخر ما اقتنع فيها. الداخلية. سعد الحريري مستعد للتخلي عن وزارة الداخلية؟ أنا سمعت كلام كثير بهذا الموضوع. بموضوع الداخلية كلام عم يحكى انه لا ستكون مش مع يعني لن تكون حصة في المستقبل، بعتقد مش دقيق. يعني الداخلية عائدة للتيار المستقبل، يعني ما في مداورة. ما قلت لك انا في مداورة ما عمل لي. يعني قصدي من الاساس لما طلب الرئيس سعد الحريري وكان عم بيقول انه هناك قوى سياسية تعترض طريقه لانه لا تريد المداورة، هو ايضا نفسه لا يريد المداورة. ما بيقدر سعد الحريري، يعني بعد اللي شافه، يعني سعد الحريري بدي اقول لك شغله، عمل تسوية هو وجبران باسيل. نعم. بعز التسوية هجم جبران باسيل على اللواء عماد عثمان
وهجموا كلهم على العميد حمود بالمعلومات. تاني شغله، الشغله الثانيه في بالبلد توازنات، انا عم بحكيك شو صاير. النقطه الثانيه في واقع له علاقه اليوم انه بموضوع الداخليه ودوره، يعني اليوم مين بده اياها؟ هي اي سؤال مين بده اياها؟ العماد عون؟ انتبهت كيف؟ هذا السؤال، يعني الرئيس عون بده اياها الى جانب مثلا الدفاع، يعني في كلام خلينا نكون واضحين نوضحها انا جاوبك عليها، بس انه لا، سعد الحريري لم يسلم الداخليه وان كان هو الضمان كرئيس حكومه الى التيار، لانه بين التيار بعده مناصب في فشل وعدم نجاح بادارته للوزارات، مشان هيك انه هيدي حقيبه امنيه مش ممكن تكون بين ايدين التيار للتلاعب بقدراتها. طيب خلينا نتوقف مع نائب فيصل الصايغ ايضا في مداخله، عضو اللقاء الديمقراطي. يعطيك العافيه سعادتك، اهلا وسهلا. العافيه لك ولضيفك. اهلا وسهلا. امبارح كان في لقاء بين رئيس الحزب التقدم الاشتراكي والرئيس نبيه بري في عين التيني. شو جو هذا اللقاء؟ شو صار؟ يعني حكيتوا حكومه، حكيتوا بلد، حكيتوا موفد فرنسي، شو حكيتوا؟ حكيته حقائب؟ لا بس الأشياء الأساسية من مبادرة من حكومة من وضع اقتصادي اجتماعي مالي متدهور أكيد انحكى بهالأشياء، وإنما هي من باب التشاور الدائم مع الرئيس بري، يعني لا سيما بالمفاصل التاريخية، ونحن أمام مفصل أساسي. يعني ما ننسى أنه اليوم يمكن الخلل اللي صار لما الرئيس الفرنسي ترك للقوى السياسية اللبنانية أنه أنتم مسؤوليتكم بشكل الحكومة، لما يئس بمرحلة فشل تشكيل حكومة دكتور مصطفى أديب إذا بتتذكر، كان عاطين الفرنسيين من ضمن المبادرة 15 يوم لتشكيل حكومة مستقلين وكفاءات. نعم. وقت اللي فشلت الحكومة يمكن الفرنسي اقتنع أنه خلي نرجع هامش للبنانية، ويمكن ما يحسسنا قديش نحن ما عم نقدر نتحمل مسؤولية نفسنا، وبالتالي للأسف أخذناها نحن بعض القوى السياسية أخذت هذا الباص السياسي إذا بدي أقول، وكأنه مسموح نرجع مثل ما كنا قبل 18 تشرين وقبل ما ينهار الوضع المالي الاقتصادي، ورجعنا لمبدأ المحاصصة بشكل الفاقع. وضيفك عم يحكي مزبوط، يعني التفاصيل اللي عم ينفاد فيها بموضوع المحاصصة والمدارة ومدورة وعدم المدورة شيء مؤسف، يعني البلد وين ونحن وين؟ يعني اليوم نحن خلال يمكن من هلا لاخر السنه عندنا صرنا مشكله بدعم الغذاء، بدعم البنزين، بدعم المازوت. يعني هل كان هذا الموضوع ايضا محور نقاش في هذا اللقاء امبارح؟ لا طبعا مرقوا على كل شيء. طبعا شو راح يصير؟ راح يرفعوا الدعم؟ شو راح يصير؟ لانه هذا موضوع بفجر الشارع. ايه كرمال هيك انا عم بسالك، لانه بهم المواطن. امبارح شو صار نقاش حول هذا الموضوع تحديدا؟ هل كان في حديث عن ذهاب لبنان إلى أو المسؤولين إلى رفع الدعم بنهاية هذا العام؟ سيدتي هي الحكي كله بترشيد الدعم ببعض المحلات، لأنه مزبوط في بعض الأماكن الدعم عم بيستفيد منه الغني يمكن أكثر ما عم بيستفيد منه الفقير، مثلا بالبنزين. طيب الغني هو اللي عنده أكثر من سيارة، هو اللي عنده سيارات كبيرة بتصرف كذا، الفقير يمكن ما يكون عنده سيارة فما عم بيستفيد من الدعم. نعم. الدواء لا، بعض المواد الغذائية الأساسية لا، يعني بده ترشيد، ما في شك طريقة اللي انطرح مشروع الدعم اليوم. نعم. بده ترشيد، بده استهداف الطبقات اللي بحاجة أكثر، وهذا موضوع الساعة. وهذا ليه صار هذا النقاش؟ هل حصل هذا النقاش على خلفية أنه كأنه الجميع متفق أن لا حكومة في لبنان قبل نهاية العام؟ لا، لأنه هي الحكومة رح تعطينا هامش إضافي، يعني هو للأسف هلأ كان طول عمره تأخير الحكومة يضر بالشعب اللبناني، بس كان العالم تركك أنه أنت بتنضري لا حكومة، يعني مأساة إضافية للشعب اقتصاديا واجتماعيا. اليوم نزيد أنا برأيي بند إضافي أنه لا حكومة، صحيح الشعب سيعاني وإنما كمان الطبقة السياسية ستعاقب. نعم. وأنا برأيي كل ما تأخرت حكومة كل ما عندنا لوائح وعقوبات جديدة قد تكون أمريكية، نعم، وإنما بتكامل مع الفرنسي. ليش إذا تشكلت حكومة ما بيكون في عقوبات؟ ممكن في عقوبات بدها تضل ماشي وإنما التعاطي مع الشعب اللبناني وكأنه الشعب مخطوف لا حول ولا قوة له، يعني صارت الناس للأسف هيك عم ينظروا لنا. طيب. عم ينظروا هذا الشعب مخطوف متروك. أنا برأيي بس الحكومة وين أهميتها بموضوع الدعم؟ لأنه الفرنسي واعد بمساعدات طارئة وملحة، يعني مليار ونص دولار
بشكل مساعدة عاجلة لموضوع الدعم وعدم ضرب مبدأ الدعم الرشيد طبعا مش الدعم. نعم نعم نعم. هل سيتحول المؤتمر الدعم اللي مفترض كان يكون مؤتمر الدعم الاقتصادي للبنان في نهاية هذا الشهر في باريس، هل سيتحول إلى مؤتمر للدعم الإنساني في ظل عدم وجود حكومة؟ هلا بعد شوي في هذه الاثناء او بعد شوي بعتقد يلتقي ديرال رئيس حزب التقدم الاشتراكي، هلا عم يلتقي في بهذه نعم في هذه الاثناء. وانما انا برايي ما في مؤتمر دعم لا للقصص الغذائيه ولا للشكل العام اذا ما في حكومه. وهذا بذكر هذا مؤتمر دعم كان مطروح من تشرين اول من نعم. شهر ونص لما صحيح. كان الحكومه مطروحه 15 يوم، يعني نحن عم نضيع فرصه ورا فرصه ورا فرصه. هذا المؤتمر لن يحصل من دون حكومة ومن دون حكومة ما رح في مجال لناخد هيك مثل ما بيقولوا أكسجين لدعم بعض الاستمرار في دعم بعض الأشياء الضرورية للناس، ونحن أمام كارثة كبرى يعني زي كنا نكفي. بس أنا رأيي كما أكون متشائم جدا، لبنان مش متروك يعني، وأنا حطيت تويت بهذا الموضوع امبارح، وموهوم اللي بيفكر أنه في سقط المبادرة الفرنسية أو في فشلها أو أنه الأمريكاني ضد الفرنسي عم يشتغل في تكامل أمريكي فرنسي، وبمكان ما كمان في رضا روسي لأنه الروسي كمان ضمن هذه التسوية الكبرى اللي عم تجي، وعم بيخف اللون الرمادي بالتعاطي. بس يعني رغم كل هذا الموضوع يعني وما في إلا بعتقد بلبنان بس بنسمع المسؤولين عم بلوموا حالهم وعم بقول يي لك وين صرنا ويي لك شو عم نعمل ويي الوضع عم ينهار، مش بس أنت كل القوى السياسية. رغم كل ما معتبرة بتلين بلا كلهم بس رغم هذا الموضوع، بس بجملة بدي أختم معك، لهلأ وضع الحكومة مجمد صح؟ وضع الحكومة مجمد، المندوب الفرنسي عم بحث على التشكيل وإنما ما عنده عصا سحرية، المسؤولية على القوى السياسية اللبنانية، وأنا مني شايف إنه القوى السياسية اللبنانية فهمت بعد مدى خطورة الوضع، وبعتقد رح يصير بعد في عقوبات قبل ما نفهم على بعض القوى قبل ما تفهم إنه البلد ما بقى فيه ينحكم بهذه الطريقة، بدنا ننتقل لمرحلة تانية، المنطقة صارت بمرحلة تانية. يعني ما فيك ما تاخدي بعين الاعتبار التطبيعي اللي صاير، ما فيك تاخدي بعين الاعتبار ترسيم الحدود اللي عم يصير، ما فيك ما تاخدي بعين الاعتبار كل هالقضايا المبادرة الفرنسية، وبالتالي المنطقة رايحة لمحل تاني، وبرأيي اللون الرمادي رح يخف يا أبيض يا أسود. القوى السياسية بدها تبلش تتعود إنه ما تميع المواضيع، ما تناور، تخفف المناورات وتاخذ قرارات صائبة. نحن أمام أبيض أسود من هلا لصيفية الجاي، برأيي الأمور رح تصير أحسن. شكرا لك سعاده النائب، ان شاء الله الامور بتصير احسن من هلا لصيفتي جاي. قال كم شغله لازم نتوقف عنهم، اولا العقوبات، ما الذي سيتغير بموضوع العقوبات في حال شكلنا حكومه او ما شكلنا حكومه؟ الفرنسيين قادرين ان يلعبوا دور بعقوبات اوروبيه، اولا عم ينحكى عنها يمكن سمعوها وصل لهم كلام يمكن توصل اليوم. رئيسة فرنسا عمل مبادره تجاه لبنان، طبعا دول فرنسي منه فعال منه قوي، بس عمل مبادره تجاه لبنان، لقيت اعتراض بالداخل عنده من الاعلام والمعارضه لانه هن بدستورهم ممنوع، يعني هيدي القعده مع قاده احزاب وقوى سياسيه ممنوعه عندهم، يعني بالدستور بيقعد انه في مبادرات من دوله لدوله، في عده في ثلاث نقاط تجيز التعاطي، عمل رده فعل اقله اذا بده يروح على انتخابات او يرجع يقدر يخاطب جمهوره، بده يكون على القليل قال انه هودي الزعران بلبنان اللي ما عملوا حكومه واللي انا عاقبتهم، هودي حسابتهم. في عقوبات فرنسية في أوروبية حتكون أوروبية في تحضير يعني؟ منع سفر، منع أعطاء فيز لدخول على حساباتهم في حال عدم تشكيل حكومة، في طبعا في بعض القوى السياسية ممكن تلحقها. الأماكن مستمر لأي قوى سياسية؟ في قوى بيعتبروها معطلة أو غير يعني غير مساعدة في تشكيل الحكومة، مش كل القوى هلا هن يعني واضحه اليوم، يمكن انا اقول هيدا القوى هن يكونوا شايفين هيدا وحده غيرها، يعني مثل ما امبارح صار في عقوبات على نائب باسيل تنوع عن العقوبات الامريكيه، عم ينحكى انه في عقوبات ثانيه، يعني ما حدا بيعرف، هيدي بترجع لاعتبارات امنيه ومخابراتيه وسياسيه واقتصاديه وشو حساباته مع القوى. في ناس وبالتالي يعني يوم فرنسا تحضر لعقوبات اوروبيه وتساعد على وتشجع واشنطن على وضع عقوبات كمان.
وتشجع ايضا واشنطن على وضع طبعًا عقوبات، وفي حال تم تشكيل حكومه ما يعني هذه العقوبات الاوروبيه ما بتنحل طبعا في تراجع. هن عم بيعاقبوا على عدم الماضي نحو انه اللي قلت لك عنه انه تشكيل الاداره السياسيه للبلد. نعم يعني هن ما بيطلعوا مدام على قاعده انه مين بيجي ومين مين بفل، انه في انتم البلد اعملوا اداره لاله سياسيه اليوم تديروا وضعكم بالبلد. ممنوع التاخير لأكثر من سبب. يعني هلا فينا نقول عندهم حسابات اقتصاديه، حسابات بالنفط الفرنسيين، عندهم حسابات انه اذا كان عندهم دور لبناني بيكون عندهم دور اقليمي مع السعوديه مع اسرائيل مع ايران. تفضل. طيب واشنطن فيها عقوبات وعم تقولوا انه هيدا الوقت هو وقت ترامب انه يصفي او يخلص كل وراءه قبل ما يظهر من البيت الابيض. عقوبات اوروبيه ايضا قادمه في حال عدم تشكيل حكومه من هلا لاخر السنه، وايضا في الغاء للمؤتمر الدعم الخاص في لبنان. خليجيا المملكه العربيه السعوديه ايضا ترك الوضع لانها ليست راضيه عن مسار تشكيل الحكومه مثل ما فهمت منك، صح؟ نعم صح. بقي بالخليج يعني يبدو اليوم في عده اجنحه او خلينا نقول عده قوى، تقسيم ادوار اذا بدي تقسيم ادوار. الامارات، الإمارات في مثل كأنه هجمة أو في دفع إماراتي للبنان جديد ولا أنا غلطانة؟ في اهتمام بالتنسيق مع الدول السعودية، إنه السعودية اليوم تتبع يعني كالإمارات الظروف الدولية، الانتخابات، التحولات، بحل الترقب. إمارات أخذت المبادرة، يعني قيادة الإماراتية واللي عمليا هو عم يدير الحركة هو ولي العهد محمد بن زايد، أنه ندخل إلى لبنان ندعم أو يعني نحضن الرئيس سعد الحريري كشخص قدير عنده شعبيته، ومن ثم أنه نحن كمان يعني هن في ظل هذا الواقع من التطبيع بالمنطقة نريد أنه يكون في هدوء بالمنطقة. يعني اليوم حكومة بالبلد قادرة تلعب دور، نفس الوقت أنه الدعم الإماراتي ينطلق من أنه الرئيس الحريري بموقعه يعني اللي هو ما بيرفضه المذهبي أو السني كزعيم سني، أنه بكرة كرئيس حكومة رح يكون عنده مقدرات أكثر للتعاطي مع موضوع التمدد التركي. يعني نعم. اليوم نعرف نحن الخلاف على التمدد الإخوانجي اللي عم تدعمه تركيا بالمنطقة وبليبيا، من هون أنه وجود الرئيس الحريري هو بخياره السياسي باعتداله سيكون في ظل هذا الواقع والتمدد في الشمال اجتماعيا إذا في عسكريا بمعنى يعني طبعا في قوى أمنية أو أنه مثلا اجتماعيا في هيدا أنه الدعم الإماراتي في مقابل أنه طبعا غض نظر السعودي أنه نحن موافقين، بس أنا هلأ بلبنان السعودية لن تتعاطى إلا بالتنسيق مع أمريكا من ضمن دور كبير يؤدي إلى إبعاد حزب الله عن الحكومة وتخليص دوله. إلى أي مدى ستكمل المملكة العربية السعودية بهذا المسار، خصوصا وأنه إذا بايدن دخل إلى البيت الأبيض وربما بايدن لديه يعني أجندة مختلفة مع المملكة، يعني ما رح يتعاطى إذا بدك محمد بن سلمان بنفس الطريقة مع بايدن كما كان يتعاطى مع ترامب، ويمكن ما في أجندات موحدة لألون اثنيناتهم. في نقطتين بالسياسة الأمريكية، اولا بالسياسه العامه ما في شيء يعني منا عقيده، هذا انه السياسه الامريكيه منا عقيده يعني كله متغير، ويعني الرئيس الامريكي ترامب قال ما سينسحب من المنطقه، واذا تبين انه فات اكثر فيها المنطقه انخرط فيها اكثر بالمنطقه. النقطه الثانيه بده يتعاطوا مع الواقع السعودي، يعني هذا من ضمن انه اليوم بيعرف في ناس ضد هذا الموقف من هيك رفع سقف ضد السعوديين، بس هو بيعرف انه زعيمة 1.3 أو 400 مليون سني بالعالم تقتضي انه تنسيق مع السعوديه، ومن ثم في ظل الواقع الجديد يعني هذا كلام يقال وواضح شو حكي بايدن، بس اكيد يعني اليوم هو في ناس عندهم موقف مضاد من ترامب بده هو يحضنهم، موقف جزء منه لن يكون علاقه مثل ما كان سابقا، بس ولا مره يعني حتى بظل رئيس اوباما اللي كان في خلاف وقت الإجا وأخذوا الملكة على مطار بعيد 40 كيلومتر عن العاصمة نزلوه فيه واستقبلوا جوا ما استقبلوا برا مشهور يعني كذا دقيقة بالقصر، بالنتيجة كان في نوع من التعاطي. يعني الدور السعودي هو دور مصلحة لأمريكا، مشان هيك ما بشوف أنا أمور توقف يعني أنه تتغير، مش مثل ما نحن بتأثر على الساحة اللبنانية عنا. أوكي. كيف تفترض الإمارات أنه الرئيس سعد الحريري أنه دعمه للرئيس سعد الحريري يمكنه من مواجهة معها المد التركي وهو
بحسب المملكة العربية السعودية لم يستطع أن يواجه الحزب الشيعي يعني الإسلامي الشيعي في لبنان بمفهوم طبعا لألون يعني مش عم بحكي بمفهوم مفهوم لبناني مفهوم المملكة العربية السعودية أنه سعد الحريري ما قدر يواجه حزب الله. فكيف منتظرين منه أنه يواجه المد للإخوان يعني إلى لبنان وإلى غير دول؟ التمدد حزب الله قوته بلبنان جزء منه طبعا ما أقدم عليه من عمليات عنفية على الساحة اللبنانية من سبع أيار وغيرها من أم صنصور من عمليات اغتيال. خلينا نحكي الأمور بطريقة واضحة. في محكمة دولية قررت وعطيت حكم بدون هلا بتقولي لي اعطيت ما اعطيت موضوع لا تكمل لي تعمل لا 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 انا بدي اوضح لك سعد الحريري خليني اكمل هيدا اول شغله انه سعد الحريري انه مش قادر وحده يوقف اليوم في دوله وين الدوله يعني في قوة امنيه في قوة عسكريه شفنا وقتها ما قدرت تلعب الدور بحمايه مواطنين ببيروت او باي منطقه. الشغله الثانيه بيعرفوا انه هذا حزب الله هو جزء من معدل الدولية. يعني وقت الرئيس الأمريكي أوباما عمل تسوية مع إيران تركها تتمدد بالمنطقة وتقوى بسوريا وبلبنان مقابل الحصول على اتفاق نووي يسجل بتاريخه السياسي كان تارك حزب الله يتمدد. السعودية كانت تعاني منه يعني من هون السعودية طبعا تطلب أنا عم بحكي يعني معلومات ماني ناطق باسمهم تطلب من الرئيس الحريري تنحكي بموضوع الشيعي موقف أعلى درجة مش موقف صدامي مش موقف عنفي. يعني السعودية بدي أنت شوف التاريخ أن السعودية دائما كانت تدعم لبنان كانت تذكر بال2005 السعوديين استقبلوا مفد من أمل مفد من حزب الله عندهم ب2006 على رأس السنة كانت عندهم هني أنه هني جامعة الدول العربية بهم استقرار لبنان ما يكون في توتر ما يكون في عداء ضدهم. اليوم هن رافضين حزب الله وتصرفاته بس ما هو الموقف المنتظر من سعد الحريري اللي هو اعلى دوز من الموقف الحالي شو يعني ما بده هون في اشكاليه ما بده موقف صدامي في اشكاليه وما بده موقف شو بده في اشكاليه. رئيس الحريري بيقول عم بحكيك معلومات انا ما حدا يعني عم بنقول رايه رئيس الحريري بيقول انه موقف العالي السقف سيخلي حزب الله يروح نحو توتر على الساحه والمناطق مختلطه كثير بادي الى فتنه وأنا أقوي دور الدولة من خلال حكومة وأنعش الاقتصاد وتقوية مؤسسات الدولة وهذا بده يقدم عليه بالحكومة الجديدة أنه اليوم رايحين على حكومة جديدة من أول هذا الدور لأنه تغيرت وإن كان حزب الله بعده هو ذاته بالتصرف ذاته في نظرة دولية فرنسية أمريكية فرض حالة ممكن تؤدي إلى قوة الدولة على حساب إلى حد ما يعني سيطرة حزب الله. هذا الرهان. النقطة الثانية عندهم بيقولوا انه عند الرئيس حاليا انه عند عفوا الخليجيين او السعوديين انه ممكن يتخذ موقف ياكد على دور الدوله. يعني امبارح حكي امين عام حزب الله كلام طيب اوكي بيقدر يعني يطلع الرئيس الحريري يكون رافض لهذا الدور مثل ما كان سابقا بس بوتيره اخف يعني مش مثل كان على كعب كل موقف يطلع سمير جعجع وفارس سعيد سعد الحريري مطلوب منه انه عندما يقول طبعا انه يبين انه الحضور ان يرد انه الشريحه الثانيه رافضه هذا الوقت مثل ما سمير جعجع برد مثل ما كان يعمل قبل هلا لا مثل ما سمير جعجع طبعا يعني. مثل ما كان يصير قبل انه مش طالبه هي مش طالبه يعني اصطفاف خلصت 14 هذا هو الخلاف بين سمير جعجع وسعد الحريري. لا خلاف كبير خلاف كبير من وقت يعني اختطاف سعد الحريري في المملكة العربية السعودية بدأ وبعدين كيف تطور يعني انه تطور على كيفية مقاربة موضوع حزب الله في الداخل ولا اكثر من هيك؟ لا الموضوع ابعد كثير. يعني اول شيء بلش على خلفية التسوية يعني الرئاسية مين سمى وكيف صارت الامور وهيدي انعكست طبعا اخذت بعض دولي يعني نحكى فيها بإخبارات لبنان ونحكى فيها بالسعودية. هذا الموضوع يعني عنده يعني كتير تفاصيل بالحقيقة مش يعني ما بدي احكي فيه لانه انا حقي احكي كصحافي بس بالعشر دقايق بكون ما صنفت يعني ما عدلت بالكلام. في علاقة طويلة بتوصل حتى الحسابات الرئاسية انه اليوم الرئيس سعد الحريري بيقول انه انا مثلا انه مش بقول يعني بانه انا كنت انا سمير جعجع بهذه التسويه. اليوم مثلا دكتور جعجع بقول انه اتفقنا على انتخاب ميشيل عون لانه مشوا بمسنمان فرنجيه. كل واحد بحمل الثاني المسؤوليه. يعني في هذا النوع من الخلاف انه انا اليوم سعد الحريري بيعتبر انه سمير جعجع طلب مني اوقف معه جوا بالحكومه في مواجهه ميشيل عون وقت هو عمل تسويه معه. يعني هو ميشيل عون هو الاساس المشكل مش حزب الله. لا تنيتهم مش عم ما شفت انا هالمواجهه مع حزب الله يعني
منهم ابدا يعني ما شفت يعني الخلاف مع حزب الله من قبلهم. اليوم اثنيناتهم حاطين يعني بحاله هدوء. مش لا مثلا هلا بحالة هدوء دكتور سمير جعجع، بالمناسبة ليش هلا بحالة هدوء؟ بس كنا تعودنا في فترة سابقة كل ما يحكي السيد نصر الله يطلع الدكتور جعجع يرد عليه، هلا صار له فترة ما عم يعمل هذا الشيء ليه؟ لا القوات يعني اخذين خيار مقدمين المواضيع الاجتماعية على المواضيع السيادية، انه اليوم الناس بأزمة مثل كل القوى، انه في ناس بيعذبون بقولون لا انتم تاريخكم كذا ألف شهيد وتاريخكم سيادة. نعم. في هذا الاعتبار يعني إذن أساس الخلاف بين جعجع والحريري هو الرئيس مشرف، هو على رئيس المستقبلية، على سليمان الفرنجية، القوات الميزانية كان ممكن تكمل عليها مع جبران باسيل. يعني هلا عشان تسمع عندي اثنين بقول لك شخص مثلا بمحور، لأنه مصادر الحريري أو أوساط الحريري تقول بأنه هي تختلف كثيرا بأجندة سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، على اعتبار أنه يريد الدكتور جعجع مواجهة ولو وصلت إلى المواجهة الأمنية والعسكرية مع حزب الله، بينما يريدون هم يعني سعد الحريري يريد انه لا انه الحوار مع حزب الله وانه الحفاظ على السلم الاهلي. ما في مؤشرات انه اليوم القوات بدها تواجه، بالعكس يعني اليوم القوات عم تحاول ما تعطي ورقه انه هي بدهم يواجهوها، تما يعني يصير في انه تصويب عليها. بس القوات اللبنانيه اليوم قلت لك عم تعتبر انه هي بدها تحاول تكون متماهيه مع الراي العام، مع الشارع، مع الثوره، عندها اعتبارات انه بدها تحصن حالها تطلع على انتخابات نيابيه بوضع اقوى وتخوض انتخابات رئاسيه. هلا بيقولوا القوات انه بكير، بس طبعا هذه بنحكى فيها بوقتها. رئيس الحريري بتسمع بتسمع الناس بيقولوا طيب انه دكتور جعجع عم بيقول انه رئيس الحريري مش اختصاصي، طب مين بيقول بكره انه سمير جعجع اختصاصي يكون رئيس جمهوريه؟ انه بدون اختصاص رئيس الحكومه شخص اختصاصي. بدا الكلام يبين انه في تباعد. يعني انا من هون عم اقول لك انه في نوع من التباعد، مشان هيك عم بحاول اختصر تعطيكي يعني جو من التوتر القائم تما اكون عم يعني عم 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 أفي. بس الموضوع يعني طويل بيناتهم، يعني ما بيقدر ينسى رئيس الحريري بمفهومه انه رايح على استشارات نيابيه بيرجع بيطلع انه القوات ما سموه، بمعنى انه كان هو شخص يعني مش مؤهل انه هو عليه ارتكابات، هو بيقول طب انه غيري كمان مرتكب وانتم كنتم مسؤولين. في هذه الاتهامات اللي بتخليه تصير قصه البيضه والدجاجه، يعني انه انتم اليوم عم تقولوا انا انه مرتكب، طيب ما انتم كنتم موجودين بالدوله مع غير قوى. طيب بموضوع العقوبات، من هي شخصيات المرشحه انه تكون على لائحه العقوبات المقبله؟ لانه انحكى عن ناس مقربين من الوزير باسيل كمان هن دورهم يعني اللاحق. في ناس صلحوا وضعهم من بوابة الخليج، وفي ناس ما في نسمي يعني اليوم على عقوبات مقربين من من التيار، يعني بالتيار في ناس عم ينحكى مقاولين في وزراء ب 14 أدار كانوا سابقا، مقاولين ووزراء مصنفين على 14 أدار يعني الرئيس الحريري. طبعا طبعا في أسماء، يعني في هذه الأسماء، في أسماء بمحيط يمكن أستاذ وليد جنبلاط، يعني بدك تشوف الفرنسي الأمريكي شو بده، قديش بده يعلي السقف المواجهة. اليوم انه هذه العقوبات عم بيعملها ل يعني الدفع باتجاه هو بريده. يعني العقوبات اللي عملت على الوزير علي حسن خليل شفنا كيف حركه التفاوض باتجاه انه اعلان. بالضبط ماذا يريد هلا بعد عنا خمس دقائق، ماذا يريد الامريكي والفرنسي من هذه العقوبات؟ طبعا مش انه مكافحه الفساد، خلينا نكون بالسياسي يعني طبعا. لا هن بمفهومهم ما عندهم فساد كدول، بدهم هن بيعتبروا انه الفساد ما بدهم يقتلوا، مثلا الفرنسي بده يقتل حزب الله، الامريكي بده يقتلوا، بيعتبروا انه هذا الدور غطى السلاح والسلاح غطى الفساد. يعني مقابل انه مثلا سلعتها نعم، انه صار في بتذكر صار في خلاف على موضوع السلاح، رجعوا قبلوا بسلعتها، فاذا السلاح هو كان مقابل الحصول على فساد. وقت طلع زياد اسود يمكن طبعا. طيب ماذا يريد يعني الامريكي، ماذا يريد من هذه العقوبات؟ ماذا يريد؟ هلا فتنا بقصه ترسيم الحدود وما بعرف ماشي ولا مش ماشي. ما تريده اسرائيل، مش رح نحكي مثل جماعه الحركه الوطنيه تطبيع لبنان طبعا، انه اضعاف حزب الله
طبعا والوصول الى تهدئه بالمنطقه من باب انه التسويه مع اسرائيل. هلا بعد سنه بعد اثنين عمليه بدها تصير بالمستقبل عمليه سلام، هو حاضر. لا لا يعني مش ممكن بقى حزب الله يعني برايك هو هالقد ضعيف يعني لحتى تعتقد الولايات المتحده الامريكيه انه بمجموعه عقوبات يمكن انه تحرجه وتوضعه بالزاويه كرمال يقبل بالتطبيع مع اسرائيل، ولا هل تعتقد انه هو مقبل على تسويه ايضا؟ بحركه الدول يعني اولا شيء دائما في ما بتبقى الخلافات 200 و300 سنه. عم نحكي هلا بده يقولوا لك احنا دافعين شباب ودافعين عالم، يعني احنا عم نيجي نقول عم نحكي وقائع انه شو صار بكوبا مع امريكا، شو صار بغير دول، يعني هيدي خاضعه لتسويات بعدين بلحظه انه بالموضوع العلاقه بالفلسطينيين بالغطاء باليوم بعدين انا قديش يمكن بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه. اي متى بعدين؟ يعني اقصد انه فنزويلا قديش صار لكوبا قديش بقيت انه اي متى بعدين؟ هوديك خطر هوديك خارج اطار المخدرات هوديك وبعض العصابات هوديك مهددين مشكلين خطر على اسرائيل اللي صارت مطوقه بالصواريخ من غزه ومن الضاحيه عفوا من الضاحيه من الضفه ولا ومن لبنان ومن لبنان. وامبارح طالع تقرير انه بجولين صار في كميه نقاط لحزب الله اكثر ما كان فيه سابقا. بدك تشوف من هيدي النقطه من هون. انا قلت لك بايدن بالنتيجه كلهم بيطلعوا فرنسا بيطلع من باب انه لبنان صديق وبدنا اياه ديمقراطي وبدنا شوي رخاء وعندنا بزنس فيه، والامريكي كمان بحاجه لدوره للبنان وما بدهم ايران يكون موجود على المتوسط وصواريخه في اتجاه اوروبا، عندهم هذا الدور عم بيمسوك واحد بطريقته. الفرنسي مارس الأغراء، إجا قاعد بجنب السفارة الفرنسية، حط النائب محمد رعد حده ودافع عنه انه هو منتخبين تقلوا ان احنا وهلا بعد شوي رح ينتقل معنا. ما هيدي هي الامريكي راي على اسلوب صدامي لانه بصنفهم على الارهاب وما يعني وما سكت عنهم، يعني عمل عمليات هذا انتقام لعمليات صابت الامريكان. نعم في اسلوبين لتطويع لبنان. شكرا لك. ميرسي لك للمشاهدين. استاذ سيمو ابو فاضل على وجودك معنا اليوم بهذه الحلقه، اهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا للمتابعه والى اللقاء.